بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة التهيئة. فقرة التهيئة هي عبارة عن مقاطع تعرض المتسابقين ونشوف ردة فعلهم. وش راح يكون ردة فعلك على الموقف؟ معنا اليوم المجموعة الثانية مع المتسابق الأول خالد حزام الودعاني. حياك الله أخوي خالد. حياك الله. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز. توكلنا على الله. من هنا أطفال؟ سبحان الله. من هنا أطفال؟ ها؟ ها؟ من اطفال بعدين راس قاع راسك كذا اذا ما عرفت تلعب. ريان هات تسحل على ده. ريان ايش هذا؟ شوفه شوفه شوفه. قم اركب اركب يا اخي نفسيه. راح خفيف. لا 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 اركب والله العظيم بمشيك شوي. لا لا اصبر. لا ما نفسي نفسيه يعني. اقعد انت. والله ولد ولد ولد. ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ اوصلك من اليوم ترى قعدنا نلعب. خلاص طيب خلاص قعدنا نلعب. ها قعدنا نلعب. هات تسحل قعدنا نلعب. هات تسحل. يلا وقف. لا في ثمتين قاعد نمزح. رش لا اقسم بجلال اني اتكلم. وقف دقيقه يا اخوي. ايش المشكله؟ خلاص وش المشكله؟ وقف. لا بالله دقيقه. والله ما امسكه يا شباب. والله ما امسكه. ابو علي بالله ما امسكه. ابو علي اتكلم. انا اقول لك وش المشكله؟ دقيقه جايين داخل صاله. ما بعد دقيقه. لا لا والله ما دقيقه. دقيقه لا صاله كل شيء. سياره بعد ارحم والديك يا ولد. والله ما مدي دي عليه يا ولد. يعني يا ولد احنا اخوان. ايش اخوان؟ ما اخوان يا ولد. يا طلق ما مدي ايدي عليك. انا ما مدي ايدي. انا اوصلك اكثر من مره. طيب حتى اقول سحلات بيديك. وجهك اكسده. وجهك اكسده. لا 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 سعد لا 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 سعد 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 سعد. شفنا المقطع يا خالد. تعليقك على المقطع؟ والله انا اشوف انه غلط. مده اليدين المزح باليدين انه مو بزين. واخر شيء طلعوا بشخصيه غير لائقه. ضرب باليدين بينهم والله. طيب ممكن نشوف خالد يمزح مع اخوياه في البرنامج القادم؟ مزح من باب الاحترام والادب واللي ما هي بتوصل ان يشاهدونا ملايين منا برا البرنامج في الاستراحه الحالنا. طيب بعضهم يقول يا اخي بيني وبين صاحبي ميانه. اسمه قدام الشاشه. يعني قدام الشاشه بحدود الادب. حدود الادب والاحترام لان يشاهدونك اطفال ويشاهدونك نسوان ويشاهدونك رجال كبار. طيب لنفترض ان هذا مقلب. مقلب ان كان مقلب والله ما ندري. اذا كان مقلب انت تشوف انه صحي ولا لا؟ خاصه انه كان نهايه البث. مقلب وشو؟ انه مقلب ونهايه البث يعني من بكره علموا انه مقلب. يعني يبون الشو. ما انا ادري ممكن. عادي هذا ربي ربهم الله ما ادري عنه. لكن اشوف انه خطا مدت اليدين والضرب في الراس انه مو بزين. طيب ممكن انه خالد بكره يجي يقول ودي اصنع شو. والله انا اشوف ان الشو انه مو بزين. خليك على طبيعتك. واللي كاتبه الله بيصير. سام؟ واللي كاتبه الله بيصير. الله الله. يعطيك العافية أخوي خالد. كفيت ووفيت. معنا المتسابق الثاني اليزيد الدوسري. حياك الله أخوي اليزيد. هلا والله يا مرحبا. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز. توكلنا على الله. شوف المقطع معك. تكفى مخرجي الغالي. لا يا عبد الخالق بالله عليك ممكن كذا كوبليه بسيط من وحشتيني؟
يا ولد والله ان العطره قريبه تكفى عند خالد. لا بالله يا عليك يا اخي يا بابا بابا هذا الصوت بالله يفكنا عليك فكنا الله يرحمه يا بابا ما عليك في هذا يا بابا هذا مجنون هذا فكنا منه اعطونا اياها والله ضيع ما حشتين لا 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 ارفع الصوت وحشتيني وانا لي في الدروب دروب سوى دربك ودربك مالين عيني تمر قلوب وتحاول كثير قلوب وانا احبك حفظته في شراييني وحشتيني ولا لي في الدروب شفنا المقطع اليزيد وضح لك الصورة ولا لا؟ في البداية ما فهمته بس فهمني كان طيب هو أحد المتسابقين شاعر إيه هو كاتب أبيات إيه وتأثر من الشيلة تأثر من الشيلة؟ نعم هي أبياته أبياته إيه حلو نعم وتأثر من الموقف أو من الأبيات هذا يمكن الأبيات اللي كاتبها هو في موقف حساس يعني ممكن لكن البعض يقول يا أخي ليش أتأثر أمام الشاشة مهما كانت الأبيات تلامس روحي فيكون إني بيني وبين المشاهد إنه أمسك نفسي يعني ما فيها شيء لوحدة بكر شلون؟ ما فيها شيء لوحدة بكر طيب موقف المذيع المذيع يعرف أن شاعر أورانس يتأثر في هذه الأبيات ومع ذلك شغل الشيلة هل تعتقد ان تصرفه صحيح ولا لا؟ تصرفه يعني وهو عارف عنه يعني نعم وهو عارف انه حساس من ناحيه الموقف نعم هذا نعم ما يصلح تصرفه هذا ما يصلح لان الموقف هذا في القصيده هذه كاتبها على شيء يعني حساس يعني موقف حساس فلذلك المقدم او اللي تكلم على القصيده وسمعها القصيده يعني اسلوبه طبعه ما يصلح يعني انه ما قدام الشاشه وقدام الناس وقدام الله وخلقه يعني ما المقصد انه اذا كان الموضوع حساس وقد يكون لوالدته او والده او ايا كان الشاعر يقصد فالاصل انه ما يستغل في موقف مثل هذا إيه ما يستغل الموقف عشان نقطه حساسه يعني يظل رايك يا يزيد وشاكر ومقدر لك يعطيك العافيه معنا المتسابق الثالث عبد الرحمن سعد القحطاني محمد علي القحطاني حياك الله اخوي محمد الله يبقيك ويطول عمرك جاهز نشوف المقطع توكلنا على الله المواجهه يا محمد انتهى وقت فهد معين؟ انتهى طيب انا وطالب ذاك انا قبل كل شيء طيب. انا وطالب المقطع في الجول المقطع المقطع فهد معين دقيقة انتهى دقيقة وقت دقيقة المقطع ما يعرض انت لسه ما بدا وقت مجرد لا 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 لا, 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 لا ما يعرض انت مجرد ناقد بس مجرد انا ناقد انا ناقد انا انا ناقد المقطع 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 انحل موضوعه وانتهى لا لا ما انحل موضوعه انا ولا ممكن انا بعد انا فهد معين فهد معين ناقد بعرض بس يا شباب انت ناقد يا شباب على حقيقة ما تعرض محمد اقسم لا دقيقة اقسم بالله رجاء 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 يا اقسم دقيقة 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 خليني اكمل عندك وقت بالله لا لا اقسم بالله ثم اقسم بالله ان المقطع لا يطلع عن هذا لا نتجاوز لا 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 لو سمحتوا لا لا لو سمحت المقطع ما يعرض ما يعرض هذه مشكلة انا حليتها شفنا المقطع معك يا محمد تعليقك على المقطع المقطع هو يعني يبغى يعرض مقطع ما يبيه المتسابق نعم انا اشوف من حقه كل مقطع حساس ولا يعني بيضايقها بشيء ما اشوف انها
طيب صحيح. تشوف انه تصرف سليم هذا مقدم المتسابق المفروض انه ما يقرب من المذيع او انه يمد ايده عليه او زي كذا يعني يحترم القناه ويحترم المسابقه اللي هو فيها لكن انت تشوف انه المتسابق من حقه اذا كان إيه نعم. المقطع اي نعم يعني انس محمد لو في مقطع داخل البرنامج وحب يعرضه احد المذيعين يبين رأي من رأيه على مقطع من مقاطعك ممكن ترفض؟ اي نعم ترفض ليش؟ اذا المقطع بيأثر علي او بيأثر علي مستقبلا او شيء من الامور برفض من ابسط حقوقي يا ظل رأيك اخوي محمد شاكر مقدمك وجهك انتك معنا المتسابق رقم 5 رائد مطلق العتيبي حياك الله اخوي رايد جاهز نشوف المقطع يلا شوف المقطع العب هوشه على الهواء يا المكان المتاكو شفنا معاك المقطع اخوي رايد نعم ايش رايك بالمقطع تصرف غير صحيح طيب يمكن يثر على اخوياه شيء واحد ينصدم منه من موقف ذا يروعه او يخوفه يعني تصرف ما يصح هو عباره عن ايش المقطع هو عباره عن مزحه ممتاز او مقلب ممتاز لكن صفه الاخوياه ما يصلح لانه ممتاز. يمكن خويه ينصدم منه تجي رده فعل يختلف يصير فيه حاجه صدمه لانه موقف محرج يعني قصدك انه في بعض الاشخاص ما يتحمل في بعض المواقف نعم ما يتحمل في بعض المواقف هذه لانه يعني ينصدم وينفجع ما يبرر له يعني انه يسوي المزحه ذي عاد هو خويه بينصدم منه وبيضربونه اكيد وبيطالبونه ليش تسوي الطريقه هذه لانها ما تصلح ممتاز طيب اخوي رايد ممكن البرنامج القادم نشوفك تسوي مقالب والله باذن الله يعني مقالب خفيفه ما تضر المجتمع ولا طيب انت الان تنكر على صاحب المقال هذا مقلبه عاد قوي يسوي نفسه انه يتشهق يعني بيموت بين الحياه والموت هذه التشهق ذا انت يعني مقالب خفيفه سطحيه هذا متغمق في المقلب ذا يعني شيء خفيف ما يضر شيء خفيف ما يضر هذا يضر رايك طال عمرك وما قصرت الله ما يسلمك معنا المتسابق رقم 6 ابو بكر حمدي حياك الله اخوي ابو بكر الله يحييك ويحفظك كيف حالك بخير جعلك بخير جاهز نشوف المقطع جاهز توكلنا على الله يا هلا وسهلا رجعنا لكم مره ثانيه اعطوني الاتصال يا شباب الو ابو سلطان صباح الخير يا هلا وسهلا يا مرحبا الله يصبحك بخير حبيبي زياد ويعطيك العافية متألق دائما كالعادة أول شيء أنا أعتذر أن أخرناكم في موضوع حسم النتيجة لكن حبيبي زياد اللي طلع على الشاشة شيء للأسف محزن جدا أن نشاهد مثل هالمنظر وهالتغشيش الواضح يعني وضوح الشمس هل الأمر أصبح بالنسبة للشباب يعني وضع يستهترون فيه هل المشكلة منا أن أعطى لهم مجال
في هذا الموضوع وأصبحنا نؤخر خصمهم إلى أن يجيبوا سلطان. أنا قلت لهم حبيبي زياد وأكررها، لن نسمح ولن نقبل في أي حاجة تصير على الشاشة، خاصة من المنظر المؤسف جدا اللي شفناه. أنا تسمح لي بس عندي سؤال لفيصل العرجاني، أنت تغشش من وضد من بس؟ جاوب عليها. يا مرحبا يا سلطان، ضد من؟ أنا ما غشش يا سلطان عشان أعرف ضد من ولا مع من. أنت ما غشيت؟ افتح مايكك يا فيصل. يا مرحبا يا ابو سلطان. تقول ما غششت؟ اقول ما غششت، انا قال كذا على حاط ايدي على خدي ومن بدايه البرنامج من بدايه الفقره. يعني انت ما انت معترف بالتغشيش الحين؟ سم؟ انت ما انت معترف انك غششت احد يعني؟ هي ماني معترف، ما غششت انا. فيصل الحركه اللي انت سويتها ما انت معترف انك تغشش احد انت؟ لا ماني لا ما ما, ما غششت احد انا يا ابو سلطان. خير حبيبي زياد، فيصل العرجان يتم استبعاده من البرنامج. نهدى اجلس اجلس، سكروا لي الصوت. فيصل نهدى 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 فيصل، ارجوك ارجع على الطاوله اللي انت فيها. فيصل ارجع. شباب عبد الله رزق ايش طلعك مع المسرح؟ مسفر ايش جابك على المسرح؟ ارجع على طاولتك. فيصل ارجع على البوديوم. ارجع ارجع البوديوم، اللهم صل على محمد. ارجع البوديوم. انا برجع كرامه لك، بس خلني لا طيب ارجع وبسمعك. لا تخليني اطلع بصوره غير لائقه. ارجع وبسمعك. انا اطلبك لا تخليني اطلع بصوره غير لائقه. ارجع وبسمعك، ايش قصرت معك فيه؟ شباب اجلسوا. فيصل سمعني تعليقك. انا ما في تعليق ابو سعد، انا التعليق الى الان بخلي في ضميري. جميل، جات من السلطان انا بغاه يشوف الوضع استبعاد على طول. هل هو راضي بهذا القرار ابو سلطان وراضي الجمهور به؟ إذا رضى الجمهور به، جمهور الواقع على فيصل العرجاني راضي. سؤال محمد العبيان أو عبد الله الكرعاني، ذكر أبو سلطان أنه إذا في أي حالة غش سيتم الاستبعاد. إذا بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى. أنا أطلع دقيقة بس دقيقة، أنا أطلع بكل شرف وبكل فخر أني طالع استبعاد وطالع بقرار ما يصلح لي ويصلح لجمهوري. سلام ختام. شفنا المقطع أبو بكر؟ نعم شفته. تعليقك على المقطع؟ والله تعليقي أبو سلطان هو أدرى السلطة العليا، وبما أن المتسابق أخلى بأنظمة البرنامج وسياساته فهو يستحق. طيب لو أنت مكان المتسابق إيش كان راح تكون ردة فعلك؟ بما أن أخطيت فأنا أستحق. ممتاز. طيب ممكن انك مثلا تغشش اذا ثبت؟ طبعا لا، ما راح اغشش انا، سياسة البرنامج واضحة. طيب هل فعلا اذا دخلت البرنامج راح تكون ردة فعلك بسيطة لهالدرجة؟ اعتقد انها مثالية زائدة ابو بكر. لا ما هي مثالية، انا اكون معك صادق، بما اني اخطأت اتحمل خطأي. تمام، يعطيك العافية ابو اخوي ابو بكر، ما قصرت. معنا المتسابق رقم 6 محمد سعود المرواني. حياك الله. الله يبقيك محمد. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز، توكلنا على الله. فضلا ها؟ فضلا من اللي يجمل الحاله للطف. السلام عليك. يا يلا انا قلت لك. طيب نكمل. شاي شاي شاي. قم قم قم. يا عيال ما سيف 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 سيف. اوه ترى مرتبك من خلاص، مرتبك من قبل لا يدخل. ترى اي والله مرتبك. سيف تعال 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 هنا عندنا. تعال يا ولد. يا تحط لي من هنا ولد. هذه لا صعب، ايش فيه؟ لا هو شوف ترى مرتبك من قبل لا يدخل ترى معنا. الله تكاد بيت معاي دخوليه. سيف مرتبك حتى ما تعشش حتى ما تعشش. لا لا هذا شله 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 برا. شوف برا فريق مختص برا. شله شله بتاع شله قدام يا فريق مختص فريق. شوف شله شله
ترى من قبل لا يدخله والله. لا والله ترى من قبل لا يدخله. ترى ما تعشى زين يا رضا. يمكن ميم خلوه معاه. وده وده المستشفى ما ادري شو اسمه. شفنا المقطع مع المشاهدين اخوي محمد، ايش رايك تعليقك على المقطع؟ والله تعليقي انا اشوف ان الرجال مخطي. اول شيء مخطي على والديه وعلى اخوانه. اتوقع انه مقلب انا وانا ما اعلم عنه. يعني هو واضح لك انه مقلب؟ واضح انه مقلب، بس اتوقع انه المفروض انه ما يزود كذا، انه يقوم. انه شالوه اهله اصعب، ولا اخوياه يمكن انه يدرون انه مقلب، والمشاهدين يمكن بس والديه واخوانه وربعه صعبه عليهم جدا. أنت قصدك أنه بعض المقالب اللي مثل كذا مثل ذي كذا صعب ضررها متعدي إلى الوالدين. نعم، أول شيء الوالدين وأخوانه، والجمهور يعرف ممكن أنه مقلب أو مر عليه كذا يعني لقطة زي كذا. والله طيب يبعد عنه. طيب محمد، ممكن البرنامج القادم يسوي مثل هالمقالب؟ فيه مقالب بس زي كذا مستحيل. مر مستحيل محمد يزين مثل كذا؟ مستحيل جدا. أخي والدي يشوفوني صعبة جدا، أخل عمي ولا أخل عبوي ولا ولا هالي صعب جدا جدا. يعطيك العافيه. الله يرحم والديك. ما قصرت. معنا المتسابق رقم 7 منصور ضايم النجعي. حياك الله اخوي منصور. الله يبقيك. جاهز نشوف مقطع؟ جاهز. توكلنا على الله، شوف المقطع مع المشاهدين. اوه يا عادل، تنزل الساعة؟ تنزل الساعة؟ اقسم بالله العظيم والله استغفر الله استغفر الله. اقسم بالله انا اللي دافك. والله انك انت اللي دافك. ظهرها شوف قوية ذي، قوية ذي، هذه قوية ظهرها. متى دفيتك؟ متى؟ قم يا ولد ظهرها يا والله ما صادق. ايوه قم قم. ظهرها 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 اخي، ترى المزح لا حدود. قم جيب لك مويه. والله ظهرها ظهرها صدق صدق ظهرها ما يمزح. عارف والله اني عارف. حتى قلبي يدق بسرعه. قلبه هنا. والله العظيم كسرت ظهري يا اخي. ذا رامي جسم عليك. استغفر انت لا حذف. ما حلفت هنا نسوي كذا. لا لا ظهرها 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 جاء على ذا. هذا اشو ترى. لا والله لا الحاده ذي حافه. هذه يمكن حول 2000 خصم. طيب الحين شو الحين شو نسوي؟ ايش نقدر نساعد؟ شوي بس قوم الرجال تريح. تقدر ترجع هنا فوق. لا لا اصبر اصبر عطى شوي حتى تموي. هيك اوخر هذه حتى احط اصبعي احط اصبعي. يلا مد رجلك مد رجلك وريح. صدق والله اشرب موي صدق ما هي طق. شفنا المقطع اخوي منصور. نعم. تعليقك؟ والله يشوف انا تعليقي ليس عن بعد الحادثه، ما قبل الحادثه. في مزح المفترض انه ما يطلع على الشاشه او حتى بدون هواء. يعني طريقه المزحه نفسها مضره. يعني انا ما علي في الالم اللي جاء او في الشخص انها الله لا يقولها تضرر. لا، طريقه المزحه نفسها ما هي كويسه اساسا. انت تدري ان في ناس تتابعنا من خلف الشاشات اطفال، وما شاء الله الشاشه لها جمهورها ولا احترامها. فتخيل ان في واحد اخذ الفكره في ذات الوقت ومزح مع خويه وفعلا تسبب في ضرر. فطريقه المزحه نفسها ما هي بكويسه بغض النظر عن اضرارها. طيب انت لو انك صاحب المقطع، لو مزح معك احد الزملاء وسبب الاصابه لك، ايش كان راح يكون رده فعلك؟ بامانه رده فعلي طبيعي اني راح اسامحه، هذا شيء مفروغ، ولكن بطلب منه شخصيا يعتذر للشاشه ويعتذر للجمهور. لان الحركه هذه اذا انا وهو ما كررناها ممكن فعلا في ناس تكررها على سبيل المزاح، وما بعد المزاح تنتقل لدرجة خطيرة بأمانة. ممتاز. طيب يعني محمد منصور عفوا منصور ممكن أنه يقول ما راح أمزح في البرنامج نهائيا. لا أنا أتكلم أني أنا وخويي ممكن نتصافى في البرنامج وانتهينا، بس أنا أتكلم أن خويي غلط يظهر أمام الشاشة ويعتذر. ما يعتذر لي أنا، يعتذر للجمهور عن الحركة اللي بدرت حتى لا يفعلها أشخاص آخرون خارج البرنامج. طيب يعني منصور ما راح يمزح مع زملائه بمثل هذا المزح؟ بأمانة أنا من الناس اللي ما أطيق المزح باليدين، أحب المزح بالكلام باختصار. يعطيك العافية أخوي منصور. الله يعافيك. ما يقصر.
متسابق رقم 8 عبد الرحمن القحطاني. حياك الله اخوي عبد الرحمن. الله يبقيك ويطول عمرك طال عمرك. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز طال عمرك. توكلنا على الله. توكلنا على الله. بالنسبة لعزيز يعني ما ودي انك حطيت نفسك ولا حطيت تركي بهذا الموقف. لا لا ان شاء الله سهلة. لكن احد يتكلم يا شباب نهائيا. احنا عدينا اشياء كثيرة يا عزيز. صحيح. لكن هذا الامر ما راح يعدي نهائيا. بالنسبة لعزيز يا شباب يستبعد من البرنامج. والله ما حد يقول شيء. اجلس. والله ما حد يقول شيء. لا حد يجي. يا شباب. لا حد يجي. والله ما حد يقول شيء. ايش اقول انا؟ كل واحد اجلس. كل واحد اجلس. ارجع. ارجع. سلطان مو بعنده. والله ارجع. ارجع عشاني انا. ارجع. لا لا. باي. باي. ارجع. ابو سلطان. ارجع. ابو سلطان. ابو سلطان. انا محطك انا. ايش اقول انا؟ سلطان هذا مو بعلم. في خصم دق ب 10000 خليه يجلس ابو سلطان. تكفي ابو سلطان مو بطريق. يا ولد الله عسى هدى عتى درب الفلا ضحكتنا عاشت على طيب شفنا المقطع معك اخوي عبد الرحمن، تعليقك على المقطع. اول حاجه هذا الشيء ما يصلح، هذا ابو سلطان صاحب قرار استبعد مثلا واحد انت بتقعد تدافع عنه، انت بتلحق ضرر، انت ما انت مستفيد شيء، انت ما انت مستفيد الا الضرر. وبعدين بسبب شخص واحد يمكن يطلعون المجموعه كلها. وما يصلح يا اخوي، هذا صاحب قرار تقعد تمسكه، وانا غلط على المتسابقين صراحه. وهذا يرجف الباب وهذا ينزل، احسه ما يصلح والله. ممتاز، انت قصدك انه الزملاء ابدوا ردة فعل غير مناسبه. اي والله زايده، مو مناسبه زايده. ممتاز. طيب لو كنت انت المستبعد وش راح يكون ردة فعلك على زملائك؟ والله ما لي الا اللي سوى الرجال هذا. بجبرهم انهم ما يسوون الطريقه هذه. طبعا المستبعد عزيز محمد حاول نعم. يمنع المتسابقين من بعض التصرفات، لكن تصرفوا في احدهم كسر الباب، الباقيين نزلوا المايكات، محاوله الضغط على الاداره. التصرف هذا يعني هل ممكن يحدث معك يا عبد الرحمن؟ اول حاجه انا بسوي اللي علي، ما راح اخلي اخوياي او زملائي يسوون الطريقه هذه ما تصلح. حتى لو ايش انا ما راح اخليهم يسوون الطريقه هذه لانها ما تصلح. انا استبعدت، يمكن كل مجموعه كلها تستبعد ويبطل البرنامج. فهمت قصدي؟ ممتاز، قصدك انه ضرر يكون اكبر. نعم، بدل ما هو على واحد يصير على مجموعه. طيب لو انك زميله، لو انك زميله وشخص يعز عليك وتعتقد انه ظلم استبعادك. يا اخوي حتى لو انه ظلم،
أبو سلطان صاحب قرار ومهم يسوي الشيء طبعاً في ذمته هالشيء، ولا هم سووا الشيء هذا ظلم مستحيل. ممتاز. طيب أخوياك قالوا كلهم نبي ننزل المايكات، أنت الوحيد اللي تبقى بدون يعني ما أنا بساند المستبعد، ما راح أخليهم ينزلوا المايكات. يعني أنت الوحيد اللي تبقى مع مايكة؟ مستحيل أنزله ولا أخليهم ينزلونه. ممتاز يا أخوي، بضرر واحد يضر المجموعة كلها، ما يصلح. الحين استبعدت عزيز، بتستبعد المجموعة كلها بسبب استبعاد شخص واحد. صح إنه شخص غالي ودك إنه ما يطلع رفيقك، بس حتى ولو هو استبعاد ما عاد فيه. طيب اللي رفس الباب ما شاء الله تبارك الرحمن لبه، اللي رفس الباب ما اسمعك الحمادة، اللي رفس الباب هذا الله يجزاه خير، هذا بدك تستبعده مع اللي استبعد. أمشي عليه بالخير طال عمره. الله يجزاك خير أخوي عبد الرحمن، قش الباب الله يجزاك. ما قصر طالنا باب. المتسابق رقم 9 عايض عيد السبيعي. حياك الله اخوي عايض. الله يبقيك. جاهز نشوف المقطع؟ جاهزين. توكلنا على الله. كلبوهم كلبوهم كلبوهم. انا ابو سحاب عنهم. لا يا حبيبي انا ابو سحاب عنهم. كفو يا الربع، ما عليكم شيء ان شاء الله. كفو ما عليكم شيء، اطلعوا بس ما عليكم شيء. طيب كان كملت يا ادير. شفنا المقطع يا عايض، تعليقك على المقطع. والله تعليقي يا اللي يحلق هذا مير شكله ما يصلح على الشاشة، لأن يتابعها أول شيء يتابعها أطفال، ثاني شيء شكليا ما هو بلايق على الشاشة، واللي يحلق المفروض أنه ما يحلق قدام مسرح. طيب أنت ما فهمت ممكن المقطع. المقطع هي عبارة عن فقرة فيها خصومات كبيرة جدا على المتسابقين، استثنى انه يضحي شخص او شخصان يحلق شعره على الصفر ويعتق زملائه من الخصم، فضحوا اثنين ذولا بانهم يحلقون وينجون زملائهم. بيض الله وجيه. بس ما هو بقدام المسرح. شلون؟ ما هو بقدام الشاشه. هو الفكره انه امام الشاشه. حنا بعيدا عن مساله انه غير لائق ولا اجل بيضان وجيه، يعني تصرفهم سليم 100%. هل ممكن ان عايض غدا بكره يعني مثل هالفقره يقول انا لها وانا دون اخوياي؟ دون اخوياي الله الله يبشرهم سعادهم. ما عليكم زود، ما عليكم زود. ممكن يختلف الكلام الى لا دخل ان شاء الله ما يختلف. لا قلنا الكلام حمناه. الله يبيض وجهك يا عايض. وجهك ابيض وما قصرت. وصلنا وإياك مشاهدينا الكرام إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا بإذن الله مع المجموعة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,
محمد قبل شوي ما كان معنا في الموضوع صح؟ قبل شوي نرجع نتكلم عن الموضوع نفسه من جديد. ولا